اولا تنشكر الجمهور الرجوي اللي بكل صراحه لعب دور كبير في مقابله ديال الذهاب، كان هو رقم الواحد. واليوم تنتواجدوا في كينشاسا، الامور كلها دازت في اجواء جميله، لا في الوصول ديال الجماهير ولا في الوصول ديال النادي ديالنا اللي الكل تينتظر ان شاء الله تكون الكاس في مطار محمد الخامس ان شاء الله. وان شاء الله غادي تكون، لان بكل صدق الاجواء دازت احترافيه، لقاو فندق في المستوى، لقاو الملعب موجود. كاين بعض الامور اللي هي عاديه في افريقيا باش الواحد ما يبقاش يتخبى، الامور عاديه، عادي الاستفزازات عاديه، الجمهور كل شيء عادي، الطرقان هذه مساله تخص بلد البلد، ما تخش في المسائل الرياضيه. وخصنا يعني الاجواء اللي تعرف الجميع، انا شخصيا هادو مسائل جوني جد عادي، لان مرينا في اجواء كرف من هذا الشيء ولعبنا في ملاعب كرف من هذا الشيء. ولكن القوه ديال الرجاء باش اصبحت الرجاء العالمي، راه الالقاب جابتهم الادغال الافريقيه في ايام اللي كانت الادغال الافريقيه عندها المعنى ديالها. اما بالنسبه لهذا الجيل هذا، فانا تنقول الظروف كلها كانت مناسبه باش يجيبوا الكاس من كينشاسا، ولما لا. الجمهور دار خدمته، المكتب المسير دار خدمته، ما خلاش حرف من السنه. فالكره الان عند اللاعبين اللي خصهم هما يهديوا للجماهير العريضه ديالهم هذه الكاس هذه. ونتمنوا من الله غدا يكون اليوم سعيد عندنا كمغاربه باش نفرحوا الشعب ديالنا ونفرحوا الشعب الرجاوي ديالنا. الكل عايش على الاعصاب ديالو، الكل عايش على الاعصاب ديالو. ومرينا في مراحل في ثلاثه الكؤوس اللي كنا تنمشيو بصفر لصفر، والله سبحانه وتعالى تيجيب تيسير. علاش؟ ولا كونسونطراسيون اللي تتكون عند اللعابه بالتهيئ اللي تيديروا المسؤولين. فالتهيئ كما قلت لك اللي ديال هذه الكاس هذه داز تهيئ احترافي، يعني طائره خاصه باش جاو، فندق من خمسة نجوم ممتاز، الاكل يعني سياكلوا الاكل بحال اللي تياكلوا في ديورهم، اكل مغربي، طباخه، وحتى المواد الغذائيه كلها جات من المغرب، الماء جا من المغرب، لي بوس اللي تيركبوا فيهم يعني حتى ديك الشعواده ولا ديك الكلام الخاوي اللي تيتقال تنحاولوا نبدلوه في اي وقت. وكما نعاود نقول لك، الكره بقات عند اللاعبين اللي علينا احنا درناه.